نعم إنجي، بالفعل هذا المنتدى انتهى منذ قليل وغادره كل الحضور الذين حضروا هذا المنتدى، وكانت هناك كلمتان هامتان، الأولى لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ثم كلمة أخرى لرئيس الوزراء العراقي، وكان هناك حديث مستفيض حول حل كل الإشكاليات التي تواجه أفق التعاون الاقتصادي والاستثماري ما بين البلدين مصر والعراق في هذا التوقيت. لكن الأجواء العامة التي نضح فيها مشاهدينا الكرام لما تم اليوم في مقر الحكومة المصرية هنا داخل العاصمة الإدارية، اللجنة العليا المصرية العراقية هو ثاني اجتماع يعقد داخل مقر الحكومة المصرية، سبقه اجتماع أول للجنة العليا المصرية الفلسطينية، وهذه رمزية مهمة للغاية على أن مقر الحكومة الجديد داخل العاصمة الإدارية بدأ يتفاعل بشكل كبير، وهو إذانا بفاعلية العاصمة الإدارية ومؤسسات الدولة الموجودة داخل العاصمة الإدارية. نعود للأجواء، بدأ الاجتماع ثنائي ثم على مستوى الوفود التي حضرت مع رئيسي الوزراء البلدين، ثم عقد ذلك مؤتمر صحفي تحدث فيه الطرفان. البداية كانت مع دكتور مصطفى مدبولي، والتي أشار فيها إلى العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع القاهرة لبغداد منذ 6000 سنة، وهو ربما في ذلك إشارة واضحة إلى عمق العلاقة التي تجمع ما بين البلدين بشكل كبير. هذه الزيارة الثانية لرئيس الوزراء محمد شاع السوداني رئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة، سبق هذه الزيارة زيارة هامة أيضا، وكانت عالية المستوى، الوفود كثيرة كانت موجودة في الزيارة السابقة في مارس الماضي، لكن هذه الزيارة اليوم تأتي في إطار يعني الحديث باستفاضة عن اتفاقيات تم توقيعها، نتحدث عن 11 اتفاقية في مجالات متعددة. إنجي، رمزية الوزراء الذين حضروا في هذا الحوار تؤكد إلى أي مدى هي زيارة اقتصادية؟ كنا نتحدث مع السيد سامح شكري على أهمية هذه الزيارة، أكد نفس المعنى، يعني محافظ البنك المركزي العراقي، أيضا عدد من الوزراء المسؤولين عن الحقائب الاقتصادية والخدمية في العراق، فبالتالي رمزية حضور هذه الأسماء تؤكد لأن هذه الزيارة هي زيارة اقتصادية بمعنى أدق وأصح، وأيضا يعكد ذلك الاتفاقيات التي وقعت 11 اتفاقية في مجالات متعددة، لكن يغلب عليها الجانب الخاص بالطاقة والإنشاءات أو العمل العمراني والتعاون في هذا القطاع. وتعلمين بأن مصر قطعت شوطا كبيرا بات الآن من أهم الإنجازات الكبيرة التي أنجزتها الدولة المصرية في هذا العقد، هو خاص بالمشروعات البنية التحتية. وبالمناسبة هذا أشار إليه رئيس الوزراء العراقي سواء في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الوزراء المصري أو في داخل منتدى الأعمال المصري الذي انتهى منذ قليل، وهناك بيان صدر منذ قليل أكد على نفس المعنى بأن العراق وكل الدول العربية تشعر بالفخر لما قدمته الدولة المصرية من نجاح كبير في مشاريع البنية التحتية في 20 مدينة داخل مصر، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية، والعاصمة الإدارية تمثل هي درة المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة المصرية بالإضافة إلى بنية تحتية في عدد كبير من القطاعات، الكهرباء، البنية الصحية، المدارس، الجامعات، وكذلك مشاريع خاصة بالطاقة والصرف الصحي والمياه. والحديث في هذا يطول، لكن الأشقاء العراقيين الذين التقينا بهم واستمعنا إليهم لديهم شعور بالفخر العظيم لما أنجزته مصر في هذا المجال. يلخص كل ذلك كلمة واحدة قالها رئيس الوزراء العراقي، أن كل ما أنجزته مصر في هذا المجال يعطي مصر ثقة كبيرة لدخول بل واقتحام السوق العراقي، وأكد بأن أبواب العراق الآن مفتوحة لعدد كبير من الشركات العالمية التي تتنافس داخل العراق على عدد كبير من المشروعات، ولكن مصر لديها الأولوية لما تملكه من خبرة كبيرة للغاية في هذا المجال. نعود للأجواء الخاصة بمنتدى الأعمال المصري العراقي، حضر هذا المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والمصنعين المصريين وأعضاء اتحاد الغرف التجارية، وكان لهم حديث متبادل ما بين الطرفين، لكن رئيس الوزراء تحدث عن الخدمات التي تقدمها مصر في هذه الفترة وفي الفترات السابقة لجذب مزيد من الاستثمار، وتحدث هنا عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي يتشرف برئاسته سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انعقد منذ حوالي شهر تقريبا إنجي لو تتذكرين ذلك. وفي هذا الاجتماع منذ هذا الاجتماع صدر نحو 22 قرارا لتسهيل كل المعوقات أمام الاستثمار سواء في الداخل أو الخارج، وأن رؤية المجلس الأعلى للاستثمار تعتمد اعتمادا أو فلسفة هذا المشروع هذا المجلس تعتمد اعتمادا كبيرا على جذب مزيد من الاستثمار من الأشقاء العرب تحديدا، مع تذليل كل العقبات أمام أي استثمار ممكن أن يأتي إلى القاهرة. هذا هو ملخص المشهد هنا داخل مقر الحكومة المصرية هنا في العاصمة الإدارية. تفضلي إنجي لو لديك أي تساؤل. شكرا جزيلا لك الزميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، كالعادة معلومات وافية وتفاصيل. شكرا.